طيب مستر كلارك، عندك مواجهه في منتهى القوه، المواجهه القادمه امام فريق سان داونز. سان داونز من الفرق المتمرسه في بطوله دوري ابطال افريقيا منذ سنوات، ويصل لادوار نهائيه دائما. كيف تستعد او كيف استعديت لهذه المواجهه؟ أولا فيما يتعلق بنفسي وفريقي الفني، خضنا العديد من المباريات ومع فريق، وشاهدنا الكثير من المباريات لفريق سان داونز لنرى نقاط القوة ونقاط الضعف التي يمكن استغلالها، ويتدرب فريقي بشكل جدي جدا على الملعب. وأيضا لدينا العديد من المباريات التي نناقشها، واللاعبون جاهزين جدا للمباراة، ونحن نفهم خطة اللعب التي نستطيع أن نركز عليها في هذه المباراة، ولدينا 3 أيام حتى ننهي إعدادنا للمباراة وأن نكون مستعدين للمباراة. نحن جميعا مستعدين ومتحمسين، وهناك ستكون هناك مباريات رائعة. أنا أتطلع لهذه المباريات وأنا سعيد بهذه المباريات، وفي كل ما يمر الوقت كلما يزيد الحماس لدى اللاعبين.